الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، انطلق قبل قليل عاشر أشواطنا في صباح هذا اليوم الخاص بالقعدان، اللقاء ومن مسافة 4 كيلومتر، مقدمة شوط المركز الأول بارود، وحضر محمد بن خليفة بن محمد بن ضاحي العميمي يقدم لنا بارود، بارود القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما المركز الثاني حضرا جيمان وسالم بن عطيت الله بن سالم الكعكي يقدم لنا نجيمان، نجيمان يحتل المركز الثاني، وحضروا ابناء الطايف على المركز الثاني مع شعار ابو عطيت الله مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القدوم والحضور من شاهين فهد بن حمد بن صالح آل فهد المري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شاهين، بينما المركز الرابع القدوم والحضور من رابع الأسماء وصل شعار راشد بن خميس بن جمعة الغويص السويدي يقدم لنا معزز، يقدم لنا معزز على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والحضور حامل الرقم 42 القدوم والحضور من شعار في هذه اللحظات محسن من مبخوت المنهالي يقدم لنا عشاق، عشاق المنهالي، هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة وما خلف الخمس. اني ارى شعارات خطيرة واسماء كبيرة، العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى الصدارة، الى المقدمة والصدارة، الى مقدمة الشوط. غير شاهين وغير شعار ابو حمد فهيد بن حمد بن صالح آل فهيد المري يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شاهين، ولكن القدوم والحضور عاد بارود المنافسة، عاد العميمي محمد بن خليفة بن محمد بن ضاحي العميمي يقدم لنا بارود، بارود، بارود. المركز الثالث الوصول من عشاق، وحضر شعار محسن بن مبخوت المنهالي يتقدم مع عشاق. يا له من اسماء تقدمت، ارى شعاري بن شريم او صباح بشعار مبارك بن محمد آل فهد المري، والقدوم والحضور من شعار بن بريك مبلش يا بلشتكم من مبلش حمد بن علي بن بريك الفهد المري، والقدوم من شعار ناحي بن باري بن مسفر الدوسري يقدم للفايز. يا له من اسماء تقدمت، يا له من شعارات تحركت، ولكن
الان، ولكن المنهالية المنهالية بارودة بارودة، ولكن الدوسري الدوسري خطير، الدوسري مثير مع انطلاقة الفايز وبن بريك بن بريك مع انطلاقة مبلج مبلج والقادم شعار بالحرج معاناد سعيد بن مصار الهاجري يتقدم وعاد شعار بن فهد عاد مع انطلاقة صباح صباح، ولكن بارود بارود والعصف الابطال انطلق شعار بن ضاحي انطلق النماس ابن دولة الامارات العربية المتحدة يسلم الدوسري الدوسري الدوسري، ولكن النعيمي النعيمي والأبطال الأخيرة يا بابا 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 يا له من شوط خبير يا له من شوط مثير، أين أنت يا الوسمي قادم بكل قوة درب الوسمي 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 محمد بن سعيدان الاحتابي قادم، ولكن الأبطال الأخيرة يا سلام صباح يو 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 ابناء طايف يتألقون بنوماس هذا الشوط مع الوسمي 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 وبشعار الرؤية بشعار الرؤية بشعارك يا ابو فواز محمد بن سعيدان الاحتابي منتزع النوماس هذا الشوط والثاني موصول لك يا ابو فواز سعيدان بن فواز الاحتابي، تهانينا والنوماس لابناء الطائف بشعار ابو فواز مع انطلاقه الوسمي محمد بن سعيدان بن فواز الاحتابي من فاجانا بالامتار الاخيره حامل الرؤيه 20 30، تهانينا والنوماس لك يا ابو فواز على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. التوقيت 6 دقائق 14 ثانيه و65 جزء من الثانيه، هكذا توقيت الوسمي بشعار محمد بن سعيد ابو فواز العتيبي، قال الاسماء صباح بشعار مبارك من محمد بن حمد ال فهد المري من احد المركز الثاني مع صباح 6 دقائق 14 ثانية 77 الجزء من الثانية، ثلاث الاسماء حضر الفايز مناحي بن باني بن مسفر ال بن حسن الدوسري من احد المركز الثالث مع 6 دقائق 15 ثانية و45 الجزء من الثانية، ورابعا بارود بشعار محمد بن خليفة بن محمد بن ضاحي العميمي 6 دقائق و16 ثانية و42 جزء من الثانية، هكذا توقيتي بارود. المركز الرابع حضر مبلش حمد بن علي بن بريك ال فهد المري من احتل المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، هكذا كانت نتيجتنا شوط العاشر للقعدان اللقايه وذهب السلام مع ابناء الطايف بشعار محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي من فاجانا بالامتار الاخيره، تهانينا لك يا ابو فواز سعيدان بن فواز، والى الزميل فواز بن سعيدان العتيبي تهانينا والنوماس لمالك الوسمي بشعار حامل الرؤية 20 30 بشعار محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي، تهانينا والنوماس لجميع الفائزين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، الشوط القادم والشوط 11 للقاية الابكار، والزميل المعلق المبدع دائما وابدا عون بن جابر الهاجري واصفا ومعلقا لشوطنا القادم، ونتمنى له التوفيق.